هاي بتأكد المعلومات الطبية على أهمية النوم للصحة، بس الشخير ما بيأثر بس على الأشخاص يلي بيشخروا، وإنما بشكل أكبر على يلي بيناموا حده. حوالي 45% من الرجال بيعانوا من مشكلة الشخير مقابل 25% من النساء، والصوت يلي بيصدر عند الشخير ممكن يوصل ل 90 ديسيبل، يعني بقوة منشار. ناس ممكن يناموا بقلب الضجة، بس ليش ما بيقدروا يتحملوا الشخير؟ أولاً بسبب قرب المسافة، فجهاز السمع بيركز أكثر على الأصوات القريبة ولو كانت البعيدة بنفس القوة. ثانياً لأنه الشخير منه منتظم وبتتغير قوته وسرعته، يعني ما بيقدر الشخص يتعود على إيقاعه ويخفى عليه. مين قال إنه في نظرية بتعتبر إنه الشخير كان آلية دفاع عند الإنسان الأول لإخافة الحيوانات المفترسة وللاستيقاظ بسرعة؟ أنا قال، أشوفكم بكره.